على طول اول ما يشوفوني ما تسيب المداح في حاله، سيب المداح، وانا اقول لهم لا مش هسيب. انا مش خايف منكم. سعيد ان انا موجود في المداح الجزء الثالث. بشكر طبعا الشركه المنتجه شركه سكرومو، وبشكر استاذ احمد سمير فرج المخرج، والكرو كله يعني حماده وكل الكرو يعني كروله كله كان رائع بصراحه ومتعاون. الشخصيه دي اعتقد انها كانت من اصعب الشخصيات اللي انا يعني اتعرضت عليها، يعني قعدت فتره طويله جدا متحير، هو انسان ولا شيطان، هو انسان ولا شيطان، طب اعمله ازاي؟ ما عنديش حتى يعني ريفرنس للحته دي. ففكرت كده وقعدت برضو، كان معايا الاستاذ احمد سمير فرج الحقيقه، انه هو انسان يعني من شياطين الانس، اتصل بالشيطان بشكل كبير جدا، لدرجة ان هو بقى عنده باور من الخاص بيه هو من الشيطان نفسه. شخصية ملهاش اي جذور، حتى احنا في الدراما مش باين له اي جذور، ولا ليه عيلة ولا ليه اصحاب ولا ليه شخصية كده لوحديها في الحياة. كان ادائها لازم يتطلب اداء مختلف، عينه ازاز ما فيهاش مشاعر خالص، ما عندوش مشاعر الحزن ولا الفرح ولا الغضب ولا الغيره، ولا يعني دي مشاعر الانسانيه دي مش موجوده عنده. فكنا محافظين بقى على ده، ان احنا في الاخر قدرت الحمد لله نرسم الشخصيه بالشكل ده. وكان معايا برضو الحقيقه الاستاذ احمد سمير فرج، لغايه اما وصلت للناس الحمد لله، وصلت للناس بالشكل اللي كنت اتمناه واكتر كمان. صابر مش عايزه ينام، عايزه يلف حوالين نفسه على طول. اول ما يشوفوني ما تسيب المداح في حاله، سيب المداح، وانا اقول لهم لا مش هسيب. هو المسلسل جماله مش فكره يعني جن وعفاريت وحاجات، هي صراع ازلي ما بين الانسان والشيطان، وده موجود من يعني من اول طرد يعني ابليس من الجنه وتوعد البشر كلهم، هو صراع قائم الى يوم القيامه يعني.